يا فضيلة الشيخ حفظكم الله، عندما يسمع المؤمن ما أعد الله عز وجل للمؤمنين في الجنة يتطلع تتطلع النفس إلى هذا أو تتطلع إلى هذا الأمر، ولكن يا شيخ عندما يسمع وقوف الناس يوم القيامة بين يدي الله عز وجل ووقوفهم 50,000 سنة يتأخر في هذا الأمر ويتمنى ألا يلقى ذلك اليوم، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ نعم، يجمع أن نقول له هذا اليوم الطويل وما فيه من الأهوال هو على المؤمن يسير، لأن الله تبارك وتعالى قال وكان يوما على الكافرين عسيرا، معناه أنه على المؤمنين يسير، هذا مفهوم الآية. كذلك قال الله تعالى يقول الكافرون هذا يوم عسر، والمؤمنون يقول هذا يسير، فهو بالنسبة للمؤمن كأداء فريضة من فرائض الصلوات يسير جدا، أما على الكافر فهو عسير. نعم.